طيب خلينا ناخد اخر جزء من اسئله الجمهور. مساء الجميل سامح بيقول: مساء الجميل، اشكرك جدا، منور بيتك يا مستر اوجستي، نحب نعرف اللي ينقص النادي الاهلي علشان يتوج بدوري او ببطوله ابطال افريقيا في كره السله. World African Championship, البطولة الأفريقية علينا أن نفوز في هذا المجال، وتركيزنا الآن هو أن نفوز بالبطولة القادمة حتى نتأهل للدخول في بطولة أفريقيا. وكل التحدي الآن هو الكأس المصري والبطولة بطولة مرتبط، ونأمل أن في الموسم القادم أن ننضم إلى البطولة الأفريقية. وكان لدي الفرصة لأن ألعب مع الزمالك، وهي منافسة هامة للغاية، وبالتأكيد جماهير الأهلي يريد أن يرى فريقه فيها. طيب هيمو بيقول لك: عمر طارق ارتكب خطأ في مباراة الاتحاد، وكان الخطأ الرابع، ومستر أوجستي سحبه من الملعب فورا وما نزلوش تاني، هل ده كان عقاب للاعب ولا كان ايه؟ أنا مش فاكر طبعا. نو نورمالي اي دونت يوز. لا أنا لا أعاقب، ربما كانت هذه لحظة من المباراة كان هناك خطأ ما، ولكن عادة أنا لدي شغف كبير ولكن لا أخذ الأمور بمحمل شخصي. محمود بيقول له: قول له بس يا كابتن إسلام إنه منور نادي القرن وعايزين البطولات كلها. ماشي. ناجي عدلي بيقول: إحنا بنحبك جدا. علاء بيقول: يا رب نطلب حكام اجانب. ماشي، ساعتها نبقى نشوف. عاوزه بس اللعيبه تتدرب على الثلاثيات. ده احمد زيزو بيوصيك ان اللعيبه لازم تتدرب على الثلاثيات. ماهر بيقول لك: انا بحبك جدا. يعني كل الامور داخله في هذا الاتجاه.